الاجواء كلش حلوه طبعا. وبالمناسبه تونا مخلصين امتحانات، خلصنا امتحانات، انتهى 3 اشهر تقريبا، 4 اشهر عندنا عطله، واحتمال كبير راح اسافر الدول العربيه هوايه وراح اونسكم، اكو احتمال بس يعني ما ادري. اوف يمه الكاميرا توقع. شوف هاي الفراشه قد حلوه، هيك التصوير احسن شويه. شوف هاي النزله يمه، لا هم زين قدرت. فزنا بهاي المرحله، بقى قدامنا مراحل هوايه. انوي شوف الطريق برتقالي، هذا الستيج البرتقالي سموه. يا لهوي وصلنا المكان هسه بقعدات ومكان واسع، والله مغامرة من أم الخيال. هاي هنا أنا مسوي لهم حفلة، ما أدري إيش حطب، ما أدري شوي. أوه ماي جاد يا هاي من هنا إذا تنزل عيني قبل ظلمة يقمز هو وأخ، أحلى قفزة بالبايسكل. واو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. يا سلام هاي خلينا نستعملها، رياضي كلش رياضي. بالكم ترى كلش خطرة هاي، كل حركة هذا انا خلص هذا. اوف هاي باع منها. مع السلام. نام نام. جت كائنات غريبة، شوفوا شنو هاي الفتشي بيها شواف. تحدي أنا ضد علي منو يشمر الحجارة ويوصلها أكبر مسافة. يلا علي وصلها لهنا، هي طيرها طير. يمكن نفس الشيء، يمكن تعادلنا من أعرف المهم نفس المكان يمكن حتى. فهذا عمر كلش قوي. شكلك من هاي الكومبيتيشن فلوس يا حصلنا 1000 دولار شباب، خلاص ربحت. هم زين ما باقي والبايسكلات. يما لا 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 منا خلنا نطلع. لك هاي شنو؟ لك بكي الله رتوقع شباب، سريع انحدار قوي. اوف وقع السيد بكي، بسم الله الرحمن الرحيم. رجله تاذت، شوفوا رجله طلع منها دم خطيه. شوفوا الانحدار القادم، يوه كلش قوي هذا. علي راح يمه يمه نزله قويه. شوفوا البايسكل قام يمشي سريع بوحده. يا سلام شوفوا، قول لي امشي هو سريعين ذولا متدربين هنا. يلا هم زين خلصنا الطريق. احنا وين اصلا تعرف؟ يا اصلا احنا ما نعرف احنا وين والله. صدق حكي، لازم نرجع الطريق كله اذا تيهنا، او لازم الان نرجع قبل تتظلم. حتى تليفوني يعني ما جايبه وياي، انت جايبه؟ جايبه. كلنا ما جايبين تليفوناتنا حتى يعني. شوفوا منا انا طريق ومنا انا طريق. انا وعلوش قررنا نستكشف هذا الطريق، علي واخيرا سبقني صار سريع. هو هنا على البحر، والله بحر كانه ما بحر حقيقي، مع انه جاي بحيره بحر. هسه راح نسبح هنا. وقع البايسكل، وقعت الكاميرا وانطفت، عبالي خربت هسه راح افوت تسبح. والله عبالك كاليفورنيا، عبالك ما ادري اصلا احلى حتى هوايه. يا بحرايا مالك بكاليفورنيا. شوفوا يعني هذا مكان طبيعي سبحان الله، شوفوا يعني حتى بط، حتى بط موجود. لقينا هاي ما صيد سمك حيل، هاي يريد يصيد حوت. هذا عبالنا راح نسبح بس المي بارد حيل، مش راسمين هنا على الحجار يعني. يا هسه راح نتوضا وراح نصلي هنا. نتوضا شقد حلو لما الواحد يتونس بحياته بس ضمن الضوابط وما ينسى اللي خلقه. وراها تعيش حياتك متونس واحلى حياة بالدنيا وبالاخرة، وبالاخرة هي الحياة الابدية. بكي علي راح يعوفني وهسه نكمل المغامرة. احنا متيهين ما ندري نطلع منا منا انا، هسه راح نكمل هذا الطريق والحياة مغامرة، خلينا نستكشف. ما ندري عبالنا تايهين، طلعت جهتها السيارة هي بنهاية هذا الشارع اللي عساس نغامر فيه. شوفوا كلهم عندهم مال بايسكلات، حتى هاني سارونا صار عندها. ان شاء الله صدق تكونوا تونستوا بالتطيرة وبالعلم. هذه الفلوقات كلها بسيطة مقارنة بالفلوقات البعد الجاية باذن الله، راح نسوي لكم بعد فلوقات احلى واحلى واحلى.
سيد علوش جابنا لهاي المنطقة الغنية مال أغنياء، كلهم بدي أشوفهم أغنياء، منطقة كلش راقية كلش حلوة اللي هي أصلاً بيها الحديقة هنا قريبة، فما أدري وين جبتنا أنت، يا محل يا مطعم، مكان مال برجر وما أدري، أول مرة هذا شايفه يعني أول مرة راح أجربه. هذا المطعم أول مرة أدخل له، هذا اسمه وهسه نشوف. هذا المطعم فراح نجربه، دائما نجرب مطاعم جديده بامريكا. الصراحه مطعم راقي حيل راقي. علي بعده ده يطلب وانا راح اختار الديو. احنا نقعد هنا برا مقعد حلو، وراح نغسل ايدينا اول، دائما غسلوا ايديكم. واصلتنا الوجبات واحنا كنا قد نغسل ايدينا. شوف شلون حتى السندويشه مالتهم تختلف، صدق مطعم راقي كلش. هسه دكتور بيبر. الحمد لله الذي اطعمنا سقانا واوانا، الحمد لله دائما وابدا. راح نروح نصور لكم هذا مال كاراتيه، خلينا نحاول ندخل، يلا نصور لهم الاخوان عمر زكي يستاهلون والله. اكيد ممنوع التصوير، ما حبيت اصورهم، حبيت اصور اني وطالع، بحيث اصلا اذا يحجون ما يقدرون يحجون، فهمتوا؟ علي راح يسوي مساج هسه، طلع مسدود بس هاي نظره سريعه، شوف واو صدق خطير هذا. شوف لقينا سارون البيضة، هسه حنروح نصلي المغرب. كلها قصور ومناطق راقيه حيل، يعني صدق منطقه راقيه الى ابعد حدود. وهاي وصلنا للمسجد يا شباب، نظره ثانيه الى المسجد، مسجد جميل. هذا هو المسجد طبعا اول مره راح نصلي بيه، اول مره اشوف دي يصلون، خلنا نستعجل. هذا مطبخ المسجد ومسجد مرتب. شوف هنا المساجد يسوي لهم رحلات ويسوي لهم محاضرات، مع انه هذا المسجد صغير وراح يسوي لهم فندد راح يسووه اكبر، فوالله في شيء حلو. يعني المساجد بامريكا مرت له، ارجع اذكركم رهيبه كلش. وصلنا الى اللايف تايم يا حبيبي، حتى سياراتهم كلها بورش ولامبورجيني ولكزس، ويعني سيارات كلش راقيه. اول مره ندخل هذا الجيم او هذا الفرع يعني من الجيم. طيب نشوف هذا الجيم شلون صار من جوا. سيد علي يريد يطلع برا، هاي برا هم انا اكو ناس قاعدين هنا، جو حلو. شوف المي ايش قد نظيف كلش لدرجه. سلام الراحة والحيوية والنشاط، البكي قاعد هنا شوفوا اليوم حيل نشيط، مع انه انا صار لي يوم كامل قاعد. يا عيني هسه راح نروح للستيم، ليتس جو، وقت الستيم، ادعوا لنا بسم الله. تونا خلصنا، وانا عمر زكي حتى بالشاور انت وياي، شنو السالفة؟ علي اكتشف مكان سري ما ادري ايش اكتشف، مال يوكا. خلينا نشوف شنو هذا، ظلمه حيل طبعا، انتوا تشوفوه يا دوب، يا فتحت الهضويه. شوفوا ايش لقينا، هاي كلها اغراض يستخدموها لليوكا هنا. يمك وي 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 زي امك لا وش ميمي واو وش مشمش. علي راح يفتح قناه مال اليوغا خاصه، يدربكم على اليوغا، يعلمكم كل يوم هنا، يسوي لكم حلقه كامله على اليوغا، اختصاص عنده بكالوريا مال اليوغا. يقول لكم هاي الاميرات هم يعلموهم يمشون هيجي بس ما يوقعوهم، يعني يحطون كاس على راسهم على اساس الاميرات قديما انه ما يوقعوها، فتعلم انه شلون تمشي هيجي باتزان هيجي، يعني شغلات غريبه يستخدموها باليوغا. هذا عمر راح يدخلها 100%. انت حيل اقتربت اصلا. وهي خلصنا من فقره الجيم والتحديات واليوغا، ان شاء الله عجبكم درس اليوغا لهذا اليوم. نسيت محفظتي ومفتاح السياره بمال يوغا، لا تركض اخوي عامر. خليني نسوي مقلب بعلي لما يجي، انا حكون خاتل هنا وافززه، خلينا نشوف اذا راح يجي. ايش يا شباب ماكو اصلا انا يدري شيت انا اصلا اريد مقلب، ها انا دارده مقلبك، هو ده يريد مقلب، همين اسد الباب، ده اقول ليش صار الساعه واقف هنا، واحد يريد مقلب الثاني، واحد هو ده ينتظرني ماني دام طبره صار الساعه. ورجعنا نتوضى من جديد، هسه لازم نوصل علوشه للبيت. عجب الاسم، شوفوا علوشه. هذا البكي عنده طاقه، اول ما نزل البايسيكل قام يفتر بيه، راح يفتر بعد بالمنطقه. يلا مع السلامه.
يلا جاي سيارة دير بالك. اوف اوف حلوة شغلك. وهاي علي سيد علي ودعكم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شوفك على خير. عندك شيء تقول للاخوان عمر زكي قبل ما تروح؟ اذا لاحظ هالايام عمر كلش تعبان خطية يعني. كلش تعبان. يروح يسوي فتشي بنفسه يعني. روح داروه شوية هو اذا يداريكم كلش يعني. شو اذا داريكم اني. كلش خوش. اخوان عمر شلون اليوم دارتكم بالفلوج؟ داري هالفلوج دارو 50,000 لايك. يريد 50,000 لايك. اخوان عمر زكي بابا يجيبون 100,000 لايك باذن الله. والله اخوان عمر زكي والله اخوان عمر زكي ما اعتقد اكو مثلهم متابعين عند احد. اخوان عمر زكي يجيبون اول 50,000 لايك. ابو يا والله تتذكر لما سوينا التحدي جابوا اللايكات خلوني اسبح بالنافوره. لا تنسون دوسوا لايك وشير همن. يا تمام يلا مع السلامه. يلا سي يو ليتر. مع السلامه. طبعا هذا اللي تشوفوه يا اصدقائي لقطه من فد فلوجات راح تجيكم. فلوجات دا اجهزها من رمضان. اليوم اول يوم رمضان. هاي هديه الطيبه مال عيد ميلادها هابي. شوف راسا خبيره مال السبينرات عندها 30 سبينر. هذا تخبى على السبينر خذه يريد ياخذه له تكون عليه ماتوا عليه. انا مجهز لكم فلوجات سفر من رمضان بس هاي هيك نطفه سريعه في شيء سريع. وسلم عليكم سيد يوسف. مع السلامه. جود باي. تصبحين على خير سارونه. اتمنى اليوم استمتعتوا ويا ساسوكي وهسه خليكم ويا الفقره النهائيه مال الفلوج.